السلام عليكم، مرحبا بكم. جافي تاع اليوم قاكم بخير وعلى خير. تكملة الفيديو السابق، بعد الناس قالوا لي وراهم المعاني اللي فيهم وكا، كتبوا لي في التعليقات. دونك الفيديو السابق ما حبيتش نكمله باسكو عليه فيديو طويل، كان فيه 10 دقائق ماشي بزاف، باسكو كاين بزاف اللي يدخلوا ويخرجوا تمتم. دونك نقصت يعني المدة، قلت هما نقسم الفيديو على زوج. فوالا دوكا نوريكم واش شريت هنايا. فوالا هنايا هادوما مشترياتي، يعني بسيطة ماشي يعني شريت حاجة لي منسحقهاش ولا وبعد نخبيها وما نستعملهاش. دوك نشري حاجة لي نسحقها ونستعملها يعني تاع ديما. بايزون كيما هادو عجبوني تاع الزرج، قلت شريت المرة لي فاتت تاع بلاستيك. فوالا وهادو تاع الزرج عجبوني. فوالا ميم تقدري ديري فيهم حاجة سخونة ولا يمشو بزوج. فوالا كاينة الصغيرة كامل وكاينة هاد الكبيرة كامل. فوالا فوالا هاد الكبيرة وهذه دخلانية صغيرة شابين. فوالا كما راكم تلاحظوا عجبوني. فوالا كاين هادو مدورين، كاين هادو مدورين وكاين هادو لي كاغي. فوالا هادو تاني كانك عجبوني تاع الزيت. فوالا كما قلت لكم فيديو سابق نشرو حاجه لي نسيسير. فوالا باغي كيما هادية، هادي نستعملها هكا للاتاي لي نكون بون في ايام قادمه ان شاء الله. نوريكم لاتاي تاعي كيفاش نخدمو. هادي تعاوني بزاف باسكو عندي وحده اختها جيتها العام لي فات ومساعدتني من بزاف. دونك انا قلت نشري هادي تاني. فوالا ونوريكم كيفاش نخدم بها لاتاي. فوالا فوالا كاين هادي صفاية صغيرة. بو عندي صفايات كيما هادي، غير دخلت الحانوت هي عيطات لي قالت لي يديني يديني. شابة صغيرة كيما راكم تشوفو شحال عجبتني. وشوفو هنايا صفاية شحال رقيقة، شوفو عجبتني من بزاف صغيرة ومحينها كبار كيما نقولو. فوالا عجبتني وشريتها. فوالا 5000 هايلة. بون كاين هادو الليمون أكغاتان صغيورين، شريت غير زوج. فوالا تخدو في رمضان كما تعرفوا ما نطيبوش يعني حاجه كبيره ولا نطيبو غير حاجه قيس قيس هكا باش ما نروش يعني نعمه تاعنا. دونك هادو ما صغار يساعدوني بزاف في الطياب. فوالا غير صغيرين شابين شريتهم هادو مدورين. لقيت عنده كذلك اللي جايين بالطول. بون كيما كفونيش درهم بون ما شريتش، عاود بعثت وليدي باش يشري لي هادوك طوال كيما راكم تشوفوا هنايا يتباعوا بزوج زوج. واش لقى؟ لقى يتباعوا كل واحد وحده. دونك الصغيره هذيك دخلانيه تتباع وحدها والكبيره فوقاني تتباع وحدها. قلت لهم انا ما كرهتش شري كيما لي بلا هادوك تاع كيما هادو شيتهم مسحت شويه هكا كذلك شيتهم للزوج. بون بالكبيره بالصغيره 100000. وكي تروحي تشري دركا منهم ولا تسيبي هذا يتبع وحده وهذا يتبع وحده. فوالا واش نقول لهم ربي يهديهم. فوالا يبروفيتيو في الناس هكايا سورتو كي يقرب هكا رمضان يبروفيتيو. شنو نقول لهم ربي يهديهم. فوالا هذا هو اللي قلت لكم فيديو سابق اللي شريتو. فوالا 10000 غير صغير نسيو فيه سرير او اي حاجه. كنت عجبتني عطيت بزاف. فوالا شوفوا باسكو حبست على غربال كيما هاد لوجور كيما تعرفوا كيما الغراب هادوك تاع اللوح مع الوقت يعني يروحوا فيها. دونك شريت انا هذا. فوالا هايل رقيق بزاف يخرج يعني واش كي حابه. فوالا سورتو لا فارين. فوالا غير صغير. ولي هادي شريتها سبيسيال على بالكم تاع واش تاع المقروط. فوالا بون عندي وحده بون هي جايه شويه كبيره بهادي صغيره. فوالا سوا مقلوب سوا زلابيه ولا دونك كي نديرو زلابيه منستعملوش دونك شباك هاد الشباك منستعملوش، نستعملو غير في هادي. فوالا ميم تقدري تقلي فيها بطاطا ولا ماشي غير المقروط يعني ضربت عصفورين بحجره، سوا نقلي فيها مقروط سوا فريت. فوالا فيها هادي هكايا. تانيك فوالا شريت هذا كذلك بديميل، كنت وريتهولكم فيديو سابق في لي فوتو. والله هذا فاش يعجبني كي نكون نطيب يعني العوامه ولا الزلابيه هذيك تاع البنان ولا يعني كي نكون نرفد فيها نرفدها يعني ضربه واحده هذه يعني تساعدني. فوالا عندي وحده غير صغيره بون كيما هذه كبيره دونك على بها شريتها. فوالا وكاين هذا المغارف تاع السيليكون عجبوني. فوالا نسيري هنايا كيما راكم تشوفوا كل وحده واش تخدم. فوالا الدستان تاعها عجبوني كيما راكم تشوفوا في اللون ولا في الطوال عجبوني ما شاء الله. فوالا وكاين هادو
هادو جدد فوالا، عجبوني كذلك تاع الشلاضة، شريت منهم ربعة فوالا، عجبوني فوالا. كما قلت لكم نشري غير حاجة لي نسحق، ماشي نشري حاجة وبعد نخبيها فوالا. قلت لهم تانيك فوالا كامل هادو تاع المنظفات فوالا، غادي نسحقهم كذا تحطها في لافابو كيما العيون، كاين جهة العيون ولا مقدرتش ندخل يدي ولا، غادي نقي بيها. وهادي كذلك كل واحدة تصدق واش نخدم بيها فوالا. هادو هما مشترياتي، يعني بسيطة، يعني ماشي قدرة ماشي باسكو عندي دونك، سيرتو وحدة تكون تبني ولا دونك تجيب حاجة بحاجة، ومازال الخير القدام ان شاء الله يا ربي. المهم نكونوا بصحتنا ونصوموه بصحة ولهنا، هذه هي هذا هو المفيد في رمضان ان شاء الله، والعبادة. هذا واش نقول لكم البنات، وان شاء الله فيديو يكون خفيف ظريف، ونتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله. نبقى لكم نقول لكم مع السلامة.